الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ مستوى السنة الرابعة ابتدائي، نواصل معكم تقديم دروس التعبير الشفوي. أستعمل الصيغة. درسنا لنهار اليوم هو أداة الشرط لولا لا. تأملوا معي الجملة الأولى: لولا المطر لهلك الزرع. إذن هذه الجملة تتكون من جملتين. الجملة الأولى هي لولا المطر، والجملة الثانية هي لهلك الزرع. إذن ما نوع هذه الجملة؟ نوع هذه الجملة هي جملة اسمية. ما نوع هذه الجملة؟ أي الجملة الثانية، لهلك الزرع. نوع هذه الجملة هي جملة فعلية. لاحظوا معي هنا أعزائي التلاميذ، هل هلك الزرع هنا؟ لا، لم يهلك الزرع. ما المانع لعدم هلاك الزرع؟ أو ما الذي منعه من الهلاك؟ المانع هنا هو سقوط المطر. إذن الجملة الأولى منعت الجملة الثانية، أي منع هلاك الزرع بسبب نزول المطر. إذن نسمي لولا حرف كفاف، أي يكف. ما معنى يكف هنا؟ يكف بمعنى يمنع وقوع الجملة الثانية لوجود الجملة الأولى. إذن ماذا نستنتج هنا؟ نستنتج أن لولا حرف يفيد الشرط، يدخل على جملتين، الأولى اسمية والثانية فعلية، فتمتنع الجملة الثانية بسبب وجود الجملة الأولى. مثال: لولا الضيف لسافرت. هنا امتنع السفر لوجود الضيف. هل سافرت؟ لا، لم أسافر. لماذا امتنع السفر هنا؟ امتنع السفر لوجود الضيف، أي الجملة الأولى، أي الجملة الإسمية الأولى لولا الضيف منعت الجملة الفعلية الثانية، أي لسافرت. الآن ننتقل أعزائي التلاميذ إلى التمارين على كراس الأنشطة. التمرين الأول: أدخل لولا لا على الجمل الآتية. الجملة الأولى: العدل ساد الظلم. العدل ساد الظلم. إذا ماذا نقول؟ لولا العدل لساد الظلم. لولا العدل لساد الظلم. ننتقل إلى الجملة الثانية: العلم شقاء الناس. العلم شقاء الناس. ماذا نقول؟ نقول لولا العلم لشقي الناس. لولا العلم لشقي الناس. الآن ننتقل إلى الجملة الثالثة: رحمة الله هلك العباد. رحمة الله هلك العباد. نقول لولا رحمة الله لهلك العباد. لولا رحمة الله لهلك العباد. ننتقل إلى الجملة الرابعة: الردع عما الانحراف. الردع عما
الانحراف. هنا فقط أعزائي التلاميذ نقوم بشرح كلمة الردع. ما معنى الردع؟ الردع هنا معناه العقوبة. إذا ماذا سنقول؟ إلى هنا أعزائي التلاميذ نكون قد أنهينا درسنا لنهار اليوم بعنوان أداة الشرط لولا لا. أتمنى أن أكون قد وفقت في إيصال المعلومة لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.